السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم حبايب قلبي معايا في مطبخ جيجي. النهاردة إن شاء الله هعمل معاكم وصفة جديدة وجميلة وسريعة جدا وكلنا بنحبها. هعمل معاكم الدوناتس. طبعا الدوناتس كلنا عارفينه وكل الولاد بيحبوه. تعالوا بقى نجرب الطريقة دي معانا النهاردة، يا رب تعجبكم. بس لو عجبتكم يا ريت ما تنسونيش في اللايك، واللي لسه داخل القناة عندي جديد يا ريت يعمل الاشتراك ويفعل الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد. النهاردة نقول المقادير بتاعتنا. أول حاجة نقول معانا نص كيلو دقيق، تمام، ومعانا كوباية لبن دافي، ومعانا بيضتين يكونوا بدرجة حرارة الغرفة، يكونوا بيضتين يعني وسط، ومعانا كمان 3 معالق زبدة بدرجة حرارة الغرفة يعني ما تكونش في التلاجة، ومعانا كمان 3 معالق سكر. السكر ده يا جماعة حبيبات بس ناعم. ومعانا معلقة صغيرة ملح، ومعانا كمان الخميرة والفانيليا. هنحط نص معلقة فانيليا ومعلقة خميرة كبيرة. تعالوا بقى ندخل على طول نشوف، نسمي الله ونقول بسم الله، وهنبدأ نعمل نحط المقادير دي كلها على بعضها ونشوف هنعجنها ازاي. أول حاجة هنبدأ فيها الخطوة الأولى معانا، هنبدأ نحط معانا، هنجيب بولة كبيرة زي ما انتم شايفين كده، هنبدأ نحط معانا الدقيق. بسم الله، تمام، وبعدين نحط عليه الزبدة بتاعتنا. الأول هنحط المقادير الجافة، الأول هنحط معانا الملح والسكر، تمام، والخميرة، وهنحط معانا معلقة الخميرة، معلقة كبيرة زي ما قلنا، وهنحط الفانيليا. لو عندك أكياس حط كيسين، لو عندك فانيليا سايلة حط نص معلقة أو نص معلقة برضو لو بودر، تمام. وهنقلب المقادير دي مع بعضها زي ما انتوا شايفين كده، كلها مع بعض. وهنبدأ بقى نعمل ايه، هنحط الزبدة ونفركها كويس في الدقيق، هي طبعا بدرجة حرارة الغرفة فهي هتبقى طرية معانا. طبعا يا جماعة الزبدة دي غير مملحة، ماشي. وحطينا الزبدة معانا، هنبدأ بقى يا جماعة نفركها كويس قوي كده في الدقيق بتاعنا علشان الزبدة كلها تدوب في الدقيق كله مع بعضه كده، توصل للدقيق كله. الكمية دي ممكن تضعفيها او ممكن تعملي نصها زي ما انت حابة، بس هي بتبقى معقولة، دي وسط يعني لا كتير ولا قليلة، فهي هتعملك كمية معقولة. يعني الزبدة ريحتها جميلة جدا مع الدقيق ما شاء الله، تمام كده. هنبدأ بقى نحط اللبن والبيض بتاعنا، شوفته عاملة زي رمل البحر كده مندية شوية، تمام. هنبدأ بقى نحط معانا البيض زي ما قلنا بيضتين وسط، وهنحط معانا كمان اللبن. بسم الله، هنبدأ بقى نعجنها كويس ونحاول ان احنا نعجن فيها كتير، كل ما تعجنيها كتير كل ما تبقى ناعمة معاكي وطرية وتطلع كويسة معاكي، النتيجة تطلع كويسة. خلاص العجينة خلصت معانا، شفتوا شكلها ناعم ما شاء الله، طرية جدا ايه يعني، هي ايه مش ملزقة قوي ولا ماسكة قوي، مش جامدة ولا سايبة خالص، هي كويسة قوي معانا كده. هنسيبها بقى معانا يا جماعة تخمر، بس عشان احنا الجو برد هنشغل الفرن نسخنه، وبعد كده نطفيه ونحط فيه العجينة بتاعتنا علشان تخمر بسرعة. انما لو في الصيف والجو حر عادي خالص تسيبها برا، احنا هنحطها في الفرن ونسيبها لحد ما تخمر وحجمها يتضاعف، وبعد كده نخرجها ونشوف هنكمل وصفتنا ازاي. خليكم معايا لآخر الفيديو. وخلاص العجينة بتاعتنا شوفوا خمرت ازاي ما شاء الله. تعالوا بقى معانا نشوف هنعمل فيها ايه، هنبدأ ان احنا نلمها معانا كويس كده، نلمها مع بعض كده زي ما انتوا شايفين. وهنحط معانا شوية دقيق كده تحتها علشان نقدر نخبزها. ونحاول نخلي سمكها مش اكتر من نص سنتي،
تمام. نحاول ان احنا نحط دقيق كده علشان ما تلزقش معانا في النشابة بتاعتنا. بسم الله. نلمها مع بعض كده زي ما انتم شايفين. وهنحط معانا شوية دقيق كده تحتها علشان نقدر نخبزها. ونحاول نخلي سمكها مش اكتر من نص سنتي. تمام. نحاول ان احنا نحط دقيق كده علشان ما تلزقش معانا في النشابة بتاعتنا. بسم الله. زي ما انتم شايفين كده ده سمكها اهو، يعني نخلي السمك يعني مش رقيق ولا تخين قوي، يدوب كده. تمام. هنبدأ بقى ان احنا نقطع معانا الدوناتس زي ما انتم شايفين. انا معايا بصوا حاطة شوية دقيق معايا جنبي، ومعايا كوباية او اي كاسة عندك. لو ما عندكيش قطعت الدوناتس، انا مش عندي قطعت الدوناتس، فانا احاول اعمله معاكم كده بالقطعة دي. فاحنا يدوب كده نعمل في اللي احنا نقطع بيها كده، سواء القطاعة او الكاس عشان ما تلزقش معانا العجينة. بسم الله كده ونقطعها. تمام. ومعانا كمان مثلا بتاع القرطاس الكريمة بتاعنا، نعمل اللي في النص كده. يبقى احنا كده قطعنا الدوناتس بتاعتنا، مش محتاجين قطاعة. زي ما انتم شايفين كده احنا عملنا قطعناها من غير قطاعة بالكوباية. وكمان معانا ممكن تكمليها كمان بغطاء ازازة لو لقيتي ما لقيتيش حاجة من النص زي دي. تمام. هنبدأ بقى ان احنا نشيل كل الزوايا دي يا جماعة، ونرجع نخبزها تاني ونفردها، ونحط نقطع تاني الدوناتس بتاعتنا لحد ما نخلص العجينة. وخلاص خلصنا كل الكمية بتاعتنا، قطعنا الدوناتس معانا زي ما انتم شايفين كده، عملت الكمية دي والكمية اللي معانا كمان على الصينية دي. ماشي. طبعا انا كل ما بعمل ويبقى مني عجينة المها واخبزها تاني، افردها واقطعها. شفتوا انا حطها على ورق كده علشان لما تيجي تحطها في الزيت، هي احنا هنسيبها كمان المرحلة التانية تخمر، هنسيبها تقريبا ربع ساعة. فبدل ما هتشيليها كده وشكلها يبقى مش كويس، فاحنا هنحطها على طول في الزيت، نقلبها في الزيت على طول بالورقة عشان ما نبوظش الخميرة بتاعتها. تمام. واول ما تخمر هنبدأ نحطها في الزيت، واوريلكوا شكلها النهائي بقى عامل ازاي. ودلوقتي هنبدأ ان احنا نحط الدوناتس بتاعتنا، نسويها على النار في الزيت. طبعا يا جماعة الزيت غزير زي ما انتم شايفين كده علشان يحمرها من فوق ومن تحت. هنبدأ بقى الزيت بتاعنا خلاص سخن معانا، هنبدأ نحط معانا الدوناتس زي ما انتم شايفين. زي ما قلتلكوا حطها في ورقة علشان ما تلزقش، ونقدر كمان علشان ما نبوظش شكلها. زي ما انتم شايفين كده طبعا نخلي بالنا علشان ما تتحرقش مننا، نحمرها من ناحيتين ونقلبها بحرص عشان شكلها ما يبش معانا. وخلاص هنقلب معانا بقى الدونات. شفتوا ما شاء الله لونها، ما يعني يا جماعه ما نحاولش ان احنا نتاخر عليه، زي ما انتم شايفينها كده. زي ما انتم شايفين كده خرجنا الدوناتس معانا اهي لسه سخنه. ده شكلها. هنخلص باقي الكميه كلها وارجع لكم تاني.
وخلاص خلصنا الدوناتس بتاعتنا، ما شاء الله شفتوا شكلها وريحتها جنان، وكمان الطعم يا جماعة الزبدة اللي احنا حطيناها على الدقيق بتخلي طعمها جميل جدا جدا. ومعانا الصوصات بقى اللي احنا هنزين بيها الدوناتس بتاعتنا، معانا ده شوكولاتة بيضة انا دوبتها سيحتها كده على النار على حمام مائي، ودي الشوكولاتة صوص الشوكولاتة البني اللي انا عملته معاكم قبل كده، عملت له فيديو هنزل لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف، ودي كمان فرنسي معانا اللي احنا هنزين بيه. تخليكم معايا بقى ما نشوف هنزينه ازاي. هنيجي بقى نعمل كده في الصوص الشوكولاتة البيضة، تمام كده هنخليها لما الشوكولاتة بتاعتنا تمسك، نعمل كمان واحدة بالشوكولاتة البيضة، كده تمام. نعمل بقى معانا الشوكولاتة البني، نخليها كده لحد ما تصفي خالص عشان يفضل شكلها كده حلو زي ما انتوا شايفين كده. هكمل كله وبعدين ارجع لكم تاني. زي ما انتوا شايفين كده هنبدأ ان احنا نزينها كده، تمام. الله 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 الله، شفتوا ما شاء الله، شفتوا الدوناتس بتاعنا شكله، شفتوا ما شاء الله ده شوكولاتة يا جماعة بني، واحنا عملنا عليها شوكولاتة بيضة، وكمان الشوكولاتة البيضة عملنا العكس عليها شوكولاتة بني، وده فرموسيه تزيين الدوناتس زي ما انتوا شايفين. ايه رأيكم فيه بقى؟ ما شاء الله جميل جدا جدا. يا ريت بقى تجربوا الوصفة دي، ان شاء الله هتعجبكم، ولو عجبتكم بقى ما تنسونيش في اللايك والشير سبسكرايب، ويا ريت تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم اي فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.